شوف الفيديو ده عشان تبقى مهاجم متميز. بص المدافع هيستلم دلوقتي، هيديها للمهاجم، هيتحرك هيجري بسرعه على محل الجون، شاطها له. اي نعم طلع جنب العارضه بس مفيش مشكله. بص تاني المدافع خدها، جات للمهاجم. بص عمل ايه، رافع وشه، بص على الجون ليه متقدم، لعبها له بسرعه. هدف عالمي بصراحه.